لكم كل شيء بخير، صحه لاباس، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما تشاهدوا هذا الفيديو ديال اليوم. المهم اليوم جينا للبحر، جيت انا وصاحبتي وبنتها كريمه، ها هي تتشوفيها ها هي وجيت انا ومعنا بنت لوستي اميمه. المهم جينا اليوم على البحر باش ندوزوا نهارنا في البحر. المهم انا يلاه شعلت الفخره هو انايا، درت الماتيطي بيت نعمر اتاي، غنعمر اتاي باش نفطروا وغنديروا الغدا هنايا، نديروا الغديوه ديالنا اليوم هنا في البحر. وها انتوما معنا. انا رجعت لكم البنات بعد ما عمرنا اتاي وحطيناه ما نمشي نصوروا مع البرد، كاين البرد والعجاج. المهم انا درت دابا الدجاج هنا في الطاجين، درت ليه الثومه والقزبر ودرت شويه البزار وشويه الزنجبيل وشويه المروزيه والعطريه كلها درتها هنا بالزيت العود وزيت الزيتون وخليته هنايا غيتشحر، وغنمشي نصور معكم باش نوريكم اتاي ورجعوا. المهم انا رجعت معكم، نخلفوا اتاي يلاه، حطينا واحد البريريت ديال اتاي ها هو مشحر على الفاخر، ويلي البرد والله الا البرد عرفتي نعاودش ليكم. المهم هي تنسلم عليكم صاحبتي حكيمه ورجع معكم خويا اتاي، ورجع معكم ليكم البنات بعد ما خوينا اتاي ها هو واحد الكويزر اتاي في الصحه ورايحه تشربوا في الصحه ورايحه فوق البحر، عرفتي واحد الجو يا سلام. المهم غنفطروا ان شاء الله وغنرجعوا باش نكملوا الغديوه ديالنا، يلا في الصحه ورايحه. المهم هاني رجعت معكم البنات باش نطلعوا على الطويجين ديالنا، فطرنا من بعد فطرنا، ها هو الطويجين ديالنا يا سلام تيتقلى. المهم ها هو سايره تقلق، ها هو غنخليه يتقلى وغندوز باش نصايب معكم الخضره وانا غنرجع لكم دابا باش نصايبوا الخضره. انا رجعت معكم البنات نصايبوا الخضره هاني، يلا دابا تنقي في البطاطا ومن بعد غنقي البصله حتى هي، غندير غير بطاطا وبصله والزيتون. واخا يا البنات راه البرد والله الا البرد، عرفتي مع جينا بين تدوز مع البلاصه بيني البرد ما خلاناش نشعلوا لا فاخر لا والو. هاني دابا غنصايب البصله، غنصايب البطاطا والبصله حتى هي ها هي. المهم انا تندير هاد البصله البيضاء تجي زوينه هي في الطاجين دغيا تذوب احسن من الحمراء، انا تنفضل هادي على الحمراء. المهم انا غنصايب البصله والبطاطا وغنرجع نتلاقى معكم. المهم البنات انا رجعت لكم من بعد ما تشحر الطاجين، تشحر مزيان او دخلوا تقلى مزيان، غندير ليه دابا البصله هادي، نقطع ليه دابا البصله، نقطع ليه دابا البصله وندير ليه البطاطا وهاني معكم. المهم بعد ما درت ليه البطاطا ودرت ليه البصله، المهم دابا غندير ليه الزيتون من الفوق ها هو، ندير ليه شويه البنات. المهم الطاجين اليوم ما بحال الطاجين ديال البحر مع البرد، الجو اليوم خايب. المهم درت الحامض المصير حتى هو ها هو. المهم ها هو الحامض. المهم نخلي الطاجين يطيب وغنرجع نتلاقى معكم البنات. المهم انا رجعت لكم من بعد ما طاب الطاجين ها هو، تيجي الطاجين على هذا الشكل بالصحه والريحه والخبيز ديالنا والديسير وشلاضه جابتها صاحبتنا الثانيه، الله جات يلا وصلتنا جابت لينا شلاضه. والمهم تغداو تغداو معنا بالصحه والريحه ونتمنى ينال الاعجاب ديالكم البنات. المهم احنا مازال في البحر والله الا احنا باقيين في البحر، مازال الحال سخون كاين الشميشه. المهم ها هو البحر ديال الزا، احنا كاينين في الزا مدينه اكادير ها هي، ها هي تبارك الله شوفوا البحر احنا حنايا. المهم بقاو معايا مازال. المهم البنات احنا رجعنا معكم من بعد ما تغدينا وريحنا استرحنا شويه تشمشنا. المهم رجعنا باش نديرو الكاسكروت ها هو المسمن، كان من بعد ان شاء الله ونشارك معكم الطريقه ديالو كيفاش تيجي، وخبيز وفرماج وهنايا الشهده حتى هي ما صورتهاش تعال من بعد ان شاء الله ونشارك معكم شي نهار باذن الله. المهم تنقول لكم تهلاو في راسكم وبالسلامه عليكم والى فيديو قادم ان شاء الله، والى عجبكم المحتوى ديال القناه ديالي فعلوا الجرس وديروا لي جيم وشكرا بزاف، وشكرا على الناس اللي تيدعموني وتيصيفطوا لي تعليقات زوينه، شكرا بزاف بزاف على خطكم عليا وتهلاو في راسكم.